تشهد الأوروغواي الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين شخص ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالسرطان. يتأثر ربع سكانها بمرض السرطان مما يجعله السبب الرئيسي للوفاة في القرن 21. Con tasas de incidencia y prevalencia que están dentro de las más altas del mundo y en un momento teníamos los valores más altos de América Latina. يركز مركز الأوروغواي للتصوير الجزيئي على تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من السرطان من خلال استخدام الطب النووي. السبب في انتشار المرض يعود في جزء كبير منه إلى استخدام التبغ. مركز الأوروغواي يعتبر المركز الوحيد في البلاد المجهز بماسح ضوئي للجسم أو ماسحات ذات تكنولوجيا فائقة تستخدم مواد مشعة للكشف عن أمراض مثل السرطان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا والتي تلتزم بمساعدة البلدان في أمريكا اللاتينية مثل الأوروغواي في المعركة ضد السرطان توفر التعاون التقني والتدريب. وتقوم أيضاً بإدخال معدات جديدة ذات تقنية عالية مثل تلك المتاحة في البلدان المتقدمة لتشخيص وعلاج المرض باستخدام الطب النووي. La medicina nuclear es un área de especialización que usa sustancias radiactivas como fuentes abiertas que ingresan a una persona y se distribuyen en distintos órganos y tejidos. Y a partir de esa distribución uno va a poder ayudar a un mejor manejo del paciente. مرضى مثل سوزانا مونتيرو التي وجد طبيبها درنة الأسبوع الماضي خلال فحصها بعد أن اشتكت من آلام بالظهر. أحالها الطبيب إلى مركز الأوروغواي للخضوع لفحص بالأشعة وتحديد ما إذا كانت الدرنة سرطانية. No se hizo una biopsia antes, digo, porque todo el nódulo que me encontraron está muy, muy comprometida la parte vascular. Respire hondo, contenga el aire. سألنا سوزانا ماذا كان يدور في رأسها أثناء الفحص. En mi familia, mis hijos pensaban, mi nieto, una cantidad de cosas. Ruth. هذا يعني أن درنة سوزانا ليست خبيثة مما أشعرها بالارتياح. لكن الطب النووي لا يقتصر على تشخيص وعلاج السرطان فقط، بل هو هام أيضاً في مجال التحديد الدقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض في بدايتها. الدكتور سافيو يشرف على تجارب تجرى على الفئران لمرض الألزهايمر، هو مشروع تقوده طالبة الدراسات العليا إنغريد كريمرمن. para la detección de Alzheimer mediante la marcación de astrocitos, ya que la astrocitosis es un fenómeno que se desarrolla tanto en el Alzheimer como en otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora estamos en una etapa del trabajo, en una etapa traslacional. عمل إنغريد في إيجاد علاج لمرض الألزهايمر في غضون سنوات قليلة، وهو أمر كانت فيكتوريا أبانيز في انتظاره عندما تم تشخيص المرض لدى والدتها المتوفية. Que sería fantástico que Uruguay diese esa tónica, me parece excelente, porque hace años que se está buscando una cura, pero no la hay. حالياً يموت حوالي 8 ملايين شخص سنوياً من مرض السرطان، ولكن وفقاً لخبراء طبيين ووكالة الطاقة الذرية، فمع الكشف المبكر من خلال استخدام الطب النووي، يمكن تجنب نحو 30% من هذه الوفيات. وهذا ما يدعو لإتقان تطوير الطب النووي ليشخص السرطان بشكل دقيق ويعالج المرضى الذين تمس حاجتهم إلى المساعدة للتغلب على المرض. أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة ماري فيريرا.